الأمانة هي أخلاق، هي مو الأمانة الأشياء المادية فقط. إذا يؤتمن على سر أو يؤتمن على كلام أو يؤتمن على مال، هي هاي الأمانة لازم نحافظ عليها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هي صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ وصفه الناس قبل الإسلام بالصادق الأمين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول له ادخلوها بسلام وامن، يعني من الطبون لهذا المكان انتم في امان. هذه الاماكن هي اماكن روحانيه، هي اماكن ربانيه، اماكن يرتاح فيها الانسان المؤمن. السلام عليك يا امين الله. كاظم الغيظ وباب الحوائج، اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، كانوا مثال للامانه والصدق. الانسان مرات من يكون عنده حاجه مستعصيه وهاي، فش يقول هذه الحاجه امانه عند الامام موسى بن جعفر، ارجو ان يكملها او يقضيها. يعني اكثر الناس اللي تتمرض تجي للامام الزوره وبركات الامام عند رب العالمين هم يشفون. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والله هو باب الحوائج باب المراد، يعني اللي يجي ما يرد موسى بن جعفر، يجي يعني يجي يفتح قلبه هنا ويرتاح و... اي شيء يريده اي شيء نطلبه هو يمن امنه. هو الامن والامان، هو الامن والامان.